سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. النهارده هنقدم لكم ان شاء الله بمناسبه رمضان الفطار بتاعنا كده الخفيف ان شاء الله يكون حلو. جلاش محشي باللحمه المفرومه اهو قدامكم، وحاطينه في الفرن بتاعنا البلدي ده، حاجه تسعف معانا. عندك ايش الفرن ده؟ عندك فرن البيت عندك، بس ايه اهو تحط كده. وعندنا الحمام، وعندنا طاجن باميه زي ما انتم شايفين يا بنات اهو، طاجن باميه اهو. وعندنا الحمام برضو. والحمام لازم تقليب طبعا؟ لا مش لازم. اهو يا بنات بصوا الحمام، بسم الله ما شاء الله. تربيتي يا جماعه، الحمام ده تربيتي انا يا جماعه. اهو اتفضلوا معانا بقى، كل سنه وانتم طيبين، وعد عليكم اليوم بخير اهو. وبقول لكم طريقته عامله ازاي، هقول لكم فيديو ان شاء الله تاني الحمام ده طريقته ازاي، الجلاش دايم ازاي، وهقول لكم بعد كده طريقه الجلاش ده ازاي. يا بنات اهو، هو جوه لحمه يا جماعه، هو لحمه مفرومه تمام. والطاجن سامعين صوت الحمام بيعمل ازاي، بيستوي في الفرن ازاي، شايفين يا بنات. واتمنى انا عايز اخليكم تشوفوا يعني اكتر. بصوا 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 عليه، بصوا على الحمام كده تلاقيه بصوا بيستوي. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ده يعني احنا بقى لنا كتير ما بننزلش فيديوهات، بس انا حبيت اعمل فيديو صغير كده يعني الحاجه توريكم الاكل بتاعها ازاي، عاملاه سريع وكده عشان عندها عزومه فعامله حاجات سريعه. اه زي ما انتم شايفين كده، فهي الطاجن الجلاش باللحمه المفرومه، فهي عماله تقلب في الصاج تمام في الفرن علشان ايه الفرن ما تحرقش الحاجه بتاعتها يعني. والحمام زي ما انتم شايفين لك اهو، انا موت يا جماعه في الحمام، بحب اكل الحمام. وطاجن الباميه يا جماعه اهو، هو ممكن يعني مش فارقه انه يحط اللي كله، بس هي كل لازم كل شويه تسوي تقلب الحمام علشان الحمام ما بيستحملش السخونه العاليه والكلام ده. احنا دلوقتي كده حطينا الطاجن بتاع الباميه في الفرن مكان صينيه الحمام. ادي ده الصاج الكبير، بيعملوا فيه بسبوسه، بيعملوا فيه الجلاش وحاجات صح؟ اه جلاش الحمام يا بنات. الحمام اهو يا جماعه خلص. خلص اهو جميل اهو زي الكهرباء. شايفين يا جماعه خلص الحمام ده يا جماعه تربيتي، الناس اللي عايزه تعرف تربيه الحمام هتجيلي في الفيديوهات بتاعتي. كده علينا النار، علينا النار اللي هي ناحيه الطاجن الباميه، والنار اللي هي ناحيه الجلاش برضك عاليه علشان الاكل يستوي. ولازم يا جماعه نبقى عينينا على الحاجه يا جماعه، يعني ما نسيبش الحاجه جوه الفرن ونسيبها، ولا انا كلامي غلط؟ ايوه صح. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد بمناسبه ده الفيديو يا جماعه، مجمع بيني وبين الحاجه عندي يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين، قلت لكم كل سنه وانتم طيبين. احنا حبينا نعمل كده الحاجه معاكم عملي علشان تتفرجوا علينا كده ايه، وتحسوا معانا كده الاجواء كده، لان القناه دي مش بتاعتنا لوحدنا، بتاعتكم انتوا كمان. هو الفرن سخنه مطلعه سخونيه على التليفون، فربنا يسترها بقى. زي ما انتم شايفين كده جوه بصوا الباميه، لو شفتها شويه صغيرين كده وتتفرجوا عليها منظرها تحفه. الباميه دي فيها حاجه ثانيه ولا؟ هي باميه بتحط فيها لحمه. باميه محطوط فيها لحمه يا جماعه. انتوا عارفين بقى رمضان يا جماعه ما بيحلوش غير مع اللحمه. واشكر حبايبي اللي بيكلمونا على الفيسبوك وسامحوني بقى لي كتير ما نزلتش في فيديوهات، سامحوني بجد سامحوني، واشكركم بجد. وما تنسوش الاشتراك يا جماعه، الناس اللي اول مره تشوفنا ما تنساش الاشتراك، ما تنساش اللايكات، ما تنسوش اللايكات يا جماعه، ما تنسوش التعليقات الجميله بتاعتكم تمام. كمان مره يعني اللايك ده يا جماعه بيساعدنا، اللايك ده بيخلي ناس كتير تعرفنا زي ما انتم عرفتونا كده، في ناس كتير لازم تعرفنا برضك وتتعلم وتستفاد برضك مننا في الانتاج الحيواني او في الاكل المنزلي البسيط والسهل اللي زي كده. والحاجات اللي هي بالنسبه للميك اب والكلام ده، دي برضه ان شاء الله باشمهندسه دعاء هتنزل لكم برضه فيديوهات ليه، لان في ناس كتير محتاجه الحاجات دي تمام. حطيت لك النار شويه، بس عايز اطلع ده. ماشي ثانيه واحده. وزي ما انتم كده شايفين يا جماعه اهوت، مش عارف هو ده استوى ولا لسه، ده خلاص كده، هو ده خلاص يا جماعه. ان هي ده ايه، الجلاش باللحمه، الجلاش يا جماعه هو مش
كده كده بيبقى مش مستحمل مش النار العاليه. الجلاش تدهني وشه باللبن. باللبن وبلح عادي. باللبن والبيض. باللبن وبالبيض يا جماعه عشان جسمه وشه يشد زي ما انتم شايفين كده. احمر. وشه احمر. والطاجن بص جوه بيبصوا بيعمل ازاي جوه؟ شايفينه؟ شايفين الطاجن جوه بيعمل ازاي؟ انا واقف قدام النار يا جماعه، النار قويه جدا، طالعه من الفرن قوي جدا النار. فربنا يستر على التليفون وانا بنزل لكم الفيديو ده بقى. شايفين الجلاش؟ شايفين الجلاش خلص اهو تمام؟ شايفين كده بصوا الطاجن بيعمل ازاي جوه؟ شايفين الطاجن؟ كده احنا قفلنا ناحية واحدة تمام؟ يا جماعة الفرن البلدي يا جماعة اللي هي الصاج، قفلنا ناحية وسايبين ناحية واحدة ناحية الطاجن هي اللي مفتوحة، لأن كده كده الأرضية من تحت مفتوحة، الأرضية دي الأرضية اللي هنا دي سخنة، يعني البلاطة اللي جوه الصاج دي سخنة، تحتيها عين مولعة برضو. شفت العين تحتيها؟ العين تحتيها طافت يا جماعة، فكده كده احنا عايزين الطاجن يستوي من الجناب ومن فوق. فنكفي عندنا اللي ايه؟ العين اللي مفتوحة دي لوحدها بس. لا عقد الصاج التاني عشان نغطي ده. خلاص ماشي حاضر. بصوا يا جماعة الشكل النهائي بتاع البامية يا جماعة عامل ازاي؟ طاجن البامية يا جماعة خلص اهو، طلع من الفرن. بصوا المنظر بتاعه عامل ازاي؟ عندنا طاجن ورق عنب وعندنا ملوخية. وفي طاجن ورق عنب بس مش عارف بقى هما مش حاطينه معانا هنا في الفرن التانية. تمام زي ما انتم شايفين كده، بصوا الطاجن. على فكرة طلع من الفرن يا جماعة، بصوا لسه يعني هو استوى بس يعني منظره جميل جدا. ومعانا برضو الحمام اوريهم لكم اهو. بصوا الحمام اهو، اسمعوا الحمام اهو. يعني عايزكم تبصوا تشوفوا الحمام، منظر الحمام يا جماعه اهو بيطقطق. سامعين الصوت يا جماعه؟ بصوا الحمام طلع من الفرن يا جماعه. على فكره الحمام ده تربيتي يا جماعه، الناس اللي عايزه تتعلم تربيه الحمام صح تواصلوا معايا في الفيديوهات ان شاء الله وتفهموا كل حاجه. واعلى كميه انتاج بيض واعلى كميه انتاج لحم ان شاء الله، يبقى حاجه حلوه معانا ان شاء الله. في اكلات في رمضان كتير ان شاء الله، وان شاء الله في اكلات كتير جايه معانا في رمضان ان شاء الله، وهصور انا ومعايا انا والحاجه ان شاء الله مع بعض. يبقى كده النهارده شفتوا الحمام، شفتوا الجلاش باللحمه المفرومه، عفوا جلاش ابو ورق اللحمه المفرومه، وشفتوا طاجن الباميه تمام. طاجن الباميه يا جماعه اهو تمام، اهو كده خلص، وش من فوق احمر استوى، وطاجن من تحت اتظبط خلاص. يلا اشكركم جدا، وما تنسوش يا جماعه الاشتراك تمام. الناس اللي اول مره تشوفنا الاشتراك واللايكات كتير يا جماعه، اللايكات كتير بالله عليكم، مساعدتكم لينا اللايكات وشير للفيديوهات وتعليقات جميله منكم تحت الفيديوهات. وما تنسوش برضو الاشتراك برقم بالاشتراك بالفيديو او الفيديوهات اللي عندنا عشان مش هنقول حاجه اكتر من كده. وما تنسوش يا جماعه كمان تفعيل زر الجرس تمام. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.